استباحة حرم القول على الله في أحكام الحلال والحرام، والجراءة على الكلام في مسائل الشرع بإصدار الأحكام دون أهلية معتمدة. فكل مسألة دينية تقبل التناول بالحكم فيها من آحاد المجتمع ما دام أحدهم قادرا على الكلام فقط، فأحكام الحلال والحرام حما مستباح لكل خائض فيه. ويدعي أولئك أن الدين للناس كلهم، وهذا حق باعتبار مخاطبتهم به لا باعتبار بيانهم له وتعبيرهم عنه، فقد جاء إلينا رسول واحد يبلغ الدين وأمرنا باتباعه جميعا، ولم يؤذن بالكلام في أحكام الدين إلا لمن له اطلاع عليه ومعرفة به وأخذ عمن قبله ممن جعله النبي صلى الله عليه وسلم وارثا له، فقال: العلماء ورثة الأنبياء، رواه أبو داود. وهؤلاء هم أهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعتبر هذا في الحديث الدائر عن حكم إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة، فربما عددت المتكلمين ألوفا مؤلفة، ويندر أن تجد فيهم من هو مؤهل شرعا لبيان الحكم، فمن ذا الذي جرهم للمستنقع سوى لوثة الجراءة على الكلام في مسائل الشرع بلا خطام ولا زمام.